اكيد النهارده كمان ما ننساش فريقنا النادي الاهلي. لو كنا بنتكلم على بطولات الاوروبيه، كمان النادي الاهلي عنده بطوله مميزه جدا، ان شاء الله تكون بطوله تاريخيه ويحصل النادي الاهلي على البطوله الافريقيه يا رب للمره الثالثه على التوالي في انجاز ما تكررش. النادي الاهلي، وعايز اقف عند الحته دي شويه، الحاجات اللي حصلت قبل مباراه الوداد، قبل المباراه النهائيه، كلنا اتكلمنا عليها، الصعوبات اللي واجهت النادي الاهلي في ملعب المباراه، التحدي الكبير من كل الجهات يعني في الضغط على النادي الاهلي بشكل او باخر. انا بقول لكم ان شاء الله كل التحديات دي وكل الصعوبات دي الجهاز الفني والجهاز الاداري بيحولها لطاقه ايجابيه. انا ما اعتقدش ان النادي الاهلي خايف يلعب في الوداد، الفكره كلها مش عمليه خوف ان احنا نلعب في الوداد. النادي الاهلي يلعب في اي حته في العالم وبيقدم بطولات في اقصى يعني اقصى حته في العالم، بيروح وبيأدي وبيجيب بطولات كتيره. لكن هو الفكره طبعا في عمليه الفير بلاي، ويمكن كلنا اتكلمنا هنا في النادي الاهلي وكل الناس اتكلمت على عدم الفير بلاي، انك بتلعب المباراه النهائيه بتتحدد في دور قبل النهائي. مش هتكلم عن النقطه دي، لكن هتكلم على لاعبتنا ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين ان شاء الله هيقدموا ملحمه ان شاء الله باذن الله. انا متوقع كل الصعوبات اللي واجهت النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت هتتحول ان شاء الله لطاقه ايجابيه بشكل كبير جدا.